أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول تقوم بعض دور التحفيظ النسائية بعمل يقول تقوم بعض دور التحفيظ النسائية بعمل ما يسمى بالطبق الخيري ثم بيعه، فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزا فما وجه المنع من ذلك؟ هذا من العبث، هذا من العبث ومن الاحتيال لأكل أموال الناس. اللي يريد يتصدق على المحتاجين يتصدق بدون طبق خيري، يصدق بدون هذه الحيل وهذه، تصدق ويعطي المحتاجين، وباب الصدقة مفتوح والفقراء موجودون بدون الالتواء هذا وهالالتواءات وهالأشياء التي كلها احتيالات. نعم.